مرحبا بكم أصدقائي، سنتحدث اليوم عن مرض البدانة. ما هو هذا المرض؟ ما هي الأسباب النفسية التي يسببها هذا المرض؟ وما هي كيفية العلاج من البدانة والحصول على جسد سليم ومتناسق؟ مرض البدانة هو من أكثر الأمراض انتشارا في مجتمعاتنا وفي المجتمعات النامية تحديدا، حيث أنها كانت نتاج لتغيير في أنماط غذائية ودخول الوجبات السريعة والأطعمة المضرة والغير صحية. ويعتبر تناول مثل هذا النوع من الطعام الذي يحوي نسبة عالية من الدهون يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم، ويؤدي أيضا إلى حدوث اضطرابات في عملية تبادل المواد الشحمية وترسب الشحوم تحت الجلد، وبالتالي حدوث اضطرابات في وظائف الجسم وتشكل البدانة نتيجة اختلال في توازن طاقة الطعام والطاقة التي يستهلكها الجسم. يعتبر الشخص بدين إذا تجاوزت نسبة الدهون في جسده عند الرجال أكثر من 20% وعند النساء أكثر من 25%. إن مرض البدانة هو من أخطر الأمراض المنتشرة لما تسببه من مشاكل نفسية واجتماعية وحياتية للشخص المريض. وبالرغم من كل هذا، يعتقد البعض أنها مشكلة بسيطة، والبعض الآخر يقول إنها ليست إلا زيادة طبيعية بالوزن، ولكن هي مرض، بل ومرض خطير جدا في عصرنا هذا. ولكن الجميع يقف مكتوف الأيدي، لا يرضى بالتغيير وتطوير ذاته للأفضل. المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشخص البدين. إن الأشخاص البدينين يفتقدون حس الجمال والذوق لأنهم قبلوا على نفسهم البدانة ولم يغيروا أنفسهم، كما يعتبر البدينون أنهم أصحاب مشاعر غير انفعالية وتوصف بالبلادة. وفيما يلي سنذكر أهم المشاكل النفسية والاجتماعية لهذا المرض. أولاً، القبح في ذوق الجمال. ثانياً، الضعف في المفاصل والعمود الفقري. ثالثاً، كثرة الشحوم على الأعضاء التناسلية. رابعاً، عدم لفت نظر الشريك. خامساً، الهوس بأنهم سيموتوا بالجلطات الدماغية والسكري لا سمح الله. سادساً، حسد الآخرين على نعمة الجمال. سابعاً، عدم النوم براحة. ثامناً، انخفاض المقدرة الروحية. تاسعاً، كثرة تراكم الفضلات والطاقات السلبية في جسدهم الفيزيائي. وبعد أن تحدثنا عن مرض البدانة ومسبباته النفسية والاجتماعية، سنستعرض في الدرس المقبل شرحاً تفصيلياً لكل مشكلة نفسية لهذا المرض، وسنتعلم كيف يمكننا مواجهة هذا المرض وتحديه للوصول إلى الوزن المثالي. إذا أعجبك الفيديو قم بالاشتراك في قناتنا ولا تنسى أن تشاركه مع أصدقائك.